بتحصل دي بتوصلك في الاخر ان انت تكون دقيق جدا في اصطيادك لهذا الارهاب، ان انت تكون دقيق جدا في البحث عن تمركز. كمان بقى حجم التمويل اللي بيضخ للناس دي، كل دي مهام قتاليه بتقودها مصر، مش بس دفاعا عن نفسها، دفاعا عن الوطن العربي كله اللي تحول الى كتله ملتهبه. الا بعض الدول اللي حفظها ربنا سبحانه وتعالى وسخر لها ناس قامت بدورها فيها زي مصر وجيش مصر اللي هو خير اجناد الارض واهلها في رباط الى يوم القيامه. بنستمر مع حضراتكم في مصر تقرر. وخليني ارجع لك استاذ عبد الجواد. طيب احنا معانا كمان اهو الرئيس عبد الفتاح السيسي يدلي، طبعا هو وصل للجنه الانتخابيه وبيدلو بصوته الان او بيدلي بصوته الان. بنتابع مع حضراتكم السيد الرئيس بيتوجه للتصويت داخل لجنته الانتخابيه. طيب مع حضراتكم اهو وبنشوف معاكم، وادي الرئيس بيدلي بدلوه في الانتخابات وبيصوت في انتخابات مصر، واحنا بنقول ننزل نصوت، احنا نشارك في صناعه الوطن الجديد ونبحث عن مصر الجديده ونشارك في اقرار مستقبل جديد ونرسم لوحه مصريه جديده رائعه ومبدعه بصناعه المصريين وبريشه المصريين. النهارده مع حضراتكم بنتابع معاكم مصر تقرر، الرئيس الآن يقرر ويدلي بصوته في الانتخابات، حضرتك هتخرج دلوقتي وتقرر وتدلو بدلوك في الانتخابات. طبعا الرئيس بيسلم على الموجودين في اللجنة الانتخابية، وكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في هذه الانتخابات ومن خلال وجوده في لجنته الانتخابية والتصويت. بنكمل مع حضراتكم وبنشوف معاكم أستاذ عبد الجواد، برضو عايزة من حضرتك وقفة مع هذا المشهد اللي قدامنا على الشاشة. يعني أولا يعني عايز أقول أنه الرئيس هو مش بيسلم بس في الحقيقة على اللي في اللجنة، كمان بيسلم على اللي بره ما شاء الله اهو. فعايز أقول أنه في الحقيقة كل الرموز يعني يمكن في يعني المرة الأولى برضو انه من امبارح بالليل كان في توزيع بالناس رايحه تصوت فين، دكتور علي عبد العال وكلاء المجلس الناس التانية في الحقيقه. وعايز اقول انه التصويت المبكر للرئيس في الحقيقه ده علامه برضو مهمه جدا، لانه فكره انه التحرك المشاركه، فكره ان هو يعني انا عايز اقول بس ان هو لم ياخد حمله انتخابيه، ما عملش رشاوى انتخابيه، حتى الحديث عن فكره زياده الدعم وزياده الاجور كان تالي لهذه القصه. يمكن في الحقيقه فكره مشاركه الرئيس ده مبكرا هتدعم قصه انه ناس كتير تنزل تتحرك. يعني وهو يعني هو واحد من المشاركه من اجل مصر ومن اجل الوطن في صحيح الأهل. يعني هي دي الفكره اللي هو بيدعمها في الحقيقه وبيتكلم عنها، يعني حتى هو قال في احد كلماته انزلوا وما تنتخبنيش، يعني هي فكره ان الناس تنزل تصوت، هي فكره المشاركه حتى لو كان بابطال الصوت، فكره ان الناس تذهب الى اللجنه وتختار اللي هي عايزاه، يعني لو حد مش شايف ان الاثنين المرشحين هو مش عايزهم بس ينزل اللجنه، هي فكره ممارسه الحق الانتخابي، ومش عشان ده واجب وطني ولا، لما حضرتك بتنزل الانتخابات حياتك بتبقى مارست دورك، ما بتجيش بعد كده سواء في الرئاسه او في البرلمان، ما تجيش كده بعد كده تزعل انه في قانون ما مضايقك لان حضرتك لم تشارك، ما تجيش بعد كده تقول والله احنا كان راينا كذا، ليس لك راي، الذي لا يشارك في العمليه الانتخابيه او في العمليه السياسيه سواء كانت نواب او رئاسه في الحقيقه ليس له صوت حتى في المعارضه، ما ينفعش ان انا ما اروحش والناس تبقى في الانتخابات، يعني ما ينفعش ما اروحش الانتخابات ثم ابقى عايز اغير الوطن ثم اقول والله انا مش راضي عن هذا التصرف. كده الرئيس بقى بيغادر المقر الانتخابي، هو سيادة الرئيس ادلى بصوته في الانتخابات وشارك في صناعه مصر الجديده بصوته، والنهارده الرئيس يقرر والمصريين بيقرروا، والنهارده حضرتك تقرر، حضرتك تتوجه الى الانتخابات، حضرتك تتوجه الى مقرك الانتخابي او اللجنه الانتخابيه الخاصه بحضرتك وتدلو بدلوك في صناعه القرار المصري. استاذ عبد الجواد، واحنا بنتكلم عن ملف الارهاب تلاقي حضرتك الناس تقول ايه بقى، عندنا اصوات كتير، تلاقي حد يقول مثلا انا الارهاب الناس هتخاف تنزل والناس هتخاف تتحرك، حد تاني يقول لا هو الارهاب هيبقى محفز ودافع ومنحه تتحول الى او محنه تتحول الى منحه بان المصريين يتحركوا اكتر للذهاب الى المقر الانتخابي، حضرتك بتؤيد اي راي فيهم؟
لا طبعا مصر ما بيفرقش معايا في الحقيقه، يعني هنشوف المشهد بتاع العمليه اسكندريه الفاشله، هنلاقي انه بعدها بدقيقه واحده المصريين هم قبل الشرطه موجودين في مقر الحادث وبيصوروا، يعني الفكره في مشهد عظيم كده يعني شعب بيتصور مع القنبله وكده لا اللي هو فكره انبوبه البوتاجاز، الفيديو بتاع انبوبه البوتاجاز اللي هي مولعه فالناس بتمسكها علشان تطفيها، محدش هيعمل ده، يعني فكره انه المصري قلبه جامد، مصري قلبه جامد، فكره انه خير اجناد الارض، يعني عايز اقول انه كمان فكره التحدي بتبقى مشكله كبيره جدا، محفزه اكتر طبعا يعني فكره التحدي عند المصري قويه جدا. يعني المصري بيبقى رايح يعني عايز كل ما بالاخر بيعند معاه، يعني عايز اقول في كاتبه لطيفه كده كانت بتكتب مع الرئيس ثم فجاه يعني عندما لم تتحقق اغراضها بقت يعني من اشرس المعارضين. السيده دي في الحقيقه كل ما بتكتب بتجيب ناس، يعني الناس بتبقى عايزه تنزل، يعني في ناس كتيره جدا ما كانتش من متابعينها مش عايزين ينزلوا، اول ما شافوا اللي بتكتبه قالوا لا احنا نازلين، لانه هي فكره الصدق في الكتابه، الصدق في المعارضه، يعني حتى المعارضه ما فيش معارضه بتتعمل لهدم الوطن، يعني حتى ما نشوف بره في تقويم للفعل السياسي، لكن ما فيش حاجه اسمها ان انا ما جيتش مثلا في منصب فحد الدنيا بقى في البلد، ما بيحصلش. هيلاري كلينتون ودونالد ترامب بعد ما خسرت